الطلاب عزيزات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس القراءة المطالعة من الوحدة السادسة. عنوان درسنا هو هكذا لقي الله عمر، ومصدر من الصفحة من مصدر التعلم هي الصفحة 79. الآن المواضيع التي سوف نتناولها في هذا العرض أعزائي الطلاب والطالبات ملخص عام لمسرحية هكذا لقي الله عمر من حيث التعريف بكاتب المسرحية، تعريف المسرحية، الفرق بين القصة القصيرة والرواية والمسرحية، ومن ثم سوف أقوم بتقديم عرض فيديو توثيقي للمسرحية. أعزائي الطلاب، من خلال هذه المسرحية إن شاء الله سوف نتعلم قيمة أخلاقية حث عليها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالقيمة الأخلاقية هي العفو والصفح، وسوف إن شاء الله نلتمس هذه القيمة من خلال درسنا في هذا اليوم. أعزائي الطلاب، مسرحيتنا حدثت في زمن الدولة الأموية في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، والخليفة عمر بن عبد العزيز هو بطل مسرحيتنا إن شاء الله. الآن كاتب هذه المسرحية هو الكاتب علي بن أحمد بن محمد بكثير الكندي، ولد عام 1910 ميلادي لأبوين يمنيين من حضرموت. درس علوم العربية والشرعية على يد شيوخ أجلاء، ثم انتقل إلى مصر ودرس في جامعة فؤاد الأول وهي جامعة القاهرة حاليا، واشتغل بالتدريس ثم وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصلحة الفنون، وظل يعمل فيها حتى توفي عام 1969 ميلادي. من أهم أعماله كانت أعماله متنوعة ما بين الرواية والمسرحية الشعرية والمثلية، ومن أهم أعماله الرواية وإسلامه الثائر والأحمر، ومن مسرحياته التاريخية التي هي موضوع درسنا لهذا اليوم هكذا لقي الله عمر، ومجموعة مكونة من سبع مسرحيات منها البيت العتيق وجار أبي حنيفة. الآن سوف أقوم بتعريف كلمة المسرحية، والمسرحية هي عبارة عن لغة كلمة مشتقة من مسرح، وكلمة مسرح مشتقة من الفعل سرح، وهي الخشبة التي يقدم عليها النص السرح. اصطلاحاً هي نوع من أنواع الفن الأدبي الذي يمثل فيه فئة من الأفراد حادثة إنسانية، حيث يحاكون أدوارها بناء على حركتهم ودورهم على المسرح، بالإضافة إلى الحوارات التي تتم بينهم فيها، وقد تكون جميع أحداثها متحققة أو بعض منها متحقق، ويجوز أن يكون قسما منها من الخيال أو من الواقع، وقصتنا أو مسرحيتنا لهذا اليوم هي من الواقع، حدثت في زمن الدولة الأموية وكان بطلها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، والغاية من هذا الفن الأدبي هو إما أن يكون الانتقاد أو التثقيف أو المتعة الفنية أو العظة والنصح مثل ما هو في مسرحيتنا لهذا اليوم. الآن عزيزي الطالب، يوجد في اللغة العربية شيء اسمه النص السردي. النص السردي يتكون من عدة فروع، عندنا القصوص القصيرة، عندنا القصة القصيرة، عندنا الرواية، عندنا المسرحية، عندنا أيضاً السيرة الذاتية والسيرة الغيرية، تعتبر من أنواع النصوص السردية. والآن أريد أن أفرق لكم ما بين مجموعة من هذه النصوص السردية. عندنا القصة القصيرة، الرواية، المسرحية، كلها تندرج تحت اسم النص السردي، لكن هنالك فروق بينها. مثلاً القصة القصيرة هي تكون محدودة المساحة، الشخصيات والأحداث والهدف، وتثير لدى القارئ شعوراً واحداً، فتكون القصة القصيرة هي عبارة عن قصة قصيرة تكون أحداثها بسيطة، عدد الشخصيات الموجودة فيها قليلاً. أما الرواية
الدرجة الثانية، وهي تكون طويلة متعددة الشخصيات متشابكة الأحداث ومتنوعة في الأهداف، والأفكار فيها وصف وسرد وتفصيل كونها أطول من القصة القصيرة. أما المسرحية فهي تعتمد على الحوار الذي يقوم بتصوير الأحداث وتنمية الصراع وتحريك المشاعر للوصول إلى النهاية، وتعرض على خشبة المسرح. هي أيضا المسرحية الفرق بينها وبين الرواية والقصة أنه يتم تمثيلها من قبل ممثلين على خشبة المسرح أمام جمع من الجماهير. الآن عناصر المسرحية، نأتي الآن إلى العناصر. أعزائي الطلاب والطالبة، أيضا النص السردي بكافة أنواعه لا يوجد له، تكون القصة أو المسرحية أو الرواية أو النص أو السيرة الذاتية أو السيرة الغيرية، كلها تقوم على عناصر واحدة وهي أساسية لإقامة هذا العمل السردي. أولاً وحدة الزمان، وحدة المكان، شخصيات المسرحية أو القصة أو الرواية، فتكون شخصيات رئيسة تدور حولها الأحداث من بداية النص السردي إلى نهايته، وشخصيات ثانوية قد تظهر قليلا وقد تبقى للنهاية ولكن تكون قليلة الدور. الأحداث شرط في النص السردي أن تكون الأحداث مترابطة مرتبة بشكل متسلسل، فلا يجوز تقديم حدث على الآخر، هذا من شروط الأحداث في النص السردي. والحبكة أو العقدة وهي لحظة تأزم النص، فتكون العد بشكل هرمي، تطلع الأحداث بشكل هرمي، تبدأ من الحدث الأول ثم تبدأ الأحداث بالارتفاع بالارتفاع إلى أن توصل إلى القمة. قمة الهرم هي الحبكة أو العقدة أو تأزم الأحداث، ثم تأخذ الأحداث بالنزول إلى أن تصل إلى الحل والانتهاء من النص السابق. الآن طلابي وطالباتي الأعزاء، لقد قمت بوضع هذا الرابط، وهذا الرابط يحتوي على المسرحية كاملة بالتمثيل، ولكن بعد الانتهاء من مشاهدة هذا العرض أطلب منكم أن تقوموا بالإجابة على أسئلة المناقشة الآتية: ما الغاية من عدم ذكر الخليفة عمر اسم الشخص الذي شك به أثناء حواره مع زوجته وزوجه فاطمة مع زوجه فاطمة وهم مسلمة؟ لماذا شكت فاطمة بالخادم غصين؟ لماذا لم يكلم الخليفة خادمه غصين رغم معرفته أنه هو الذي دس السم له في الحساب؟ كيف يمكن لغصين النجاة من فعلته؟ كيف كانت ردة فعل الخليفة مع حسين؟ ما الذي أفضى به؟ أفضى به يعني صرح به الخليفة لفاطمة زوجه؟ بماذا أوصى الخليفة عمر قبل مماته؟ ثم ما الجانب الذي ظهر في شخصية الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز من خلال المسرحية؟ ثم تأتون بالفكرة العامة للمسرحية. تعالوا الآن نستمع إلى هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نروي اليوم قصة للكاتب علي بن أحمد، وهذه القصة قد حدثت في العهد الأموي، وهي متعلقة بعمر بن عبد العزيز، حيث تتحدث كيف عفى عمر عن خادمه الذي دس له السم في الحساب. وللتعرف إلى أحداثها فلنستمع لها حتى النهاية. عمر بن عبد العزيز على فراش مرضى، وهو يجود بنفسه وعنده زوجه فاطمة وأخوها مسلمة بن عبد الملك. يستفسر مسلمة بن عمر إن كان يتذكر من أصبح الحساء في ذلك اليوم، فيجيبه عمر: أذكر إلا أنني شابت فكأنني أشرب رصاص الداء. فتقول فاطمة بأن لا أحد يسقي أمير المؤمنين غيرها وغير حسين خادمه. شاكي يا فاطمة وحاشاه، إنه لا يحبني وأحبه.
يقول مسلمة ربما دفعه أحد إلى هذا. وتقول يا مسلمة ما ليس لك به علم. يتعجب مسلمة من هجوم الغلام في ذاك اليوم. فتقول فاطمة أجل لم يعد حسين كما كان عليه من قبل. سبحان الله إنه لا يأسى لبعض مولاه بحياتي عليكما لا يعلمكما أنكما تنتهيان. فيمكن مسلمة رؤيته لذلك. عسى أن يكون قد أحس بما يجول في قلوبكم فركبه من جراء ذلك خوف علي به يا فاطمة لعلي أزيل ما بقلبه. تعود فاطمة وتقول هو ذا حسين يا أمير المؤمنين. ادخل يا حسين هل لكما أن تتركاني وحدي مع حسين؟ يطيع مسلمة الأمر ويخرج هو وفاطمة. يقول عمر لا تخف يا حسين هلم بمني أولا تسأل عن حالي؟ يقول حسين بأثر ظاهر كيف حالك يا أمير المؤمنين؟ فيجيبه عمر يذكر حسين الدمع من عينيه قائلا بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. والحق ماذا يبكيك يا حسين؟ وددت لو أن الذي بك كان بي. إن لكل منا أجرا لا يعلم وأني لقادما على أرض كريم فجدير بك تحبني ألا يشفق علي من خير أولا تحبني يا حسين؟ بلى والله يا أمير المؤمنين فهلك أن تحلني من كل إساءة ربما أسأتها إليك بما أعلم. ينشج حسين باكيا حلاليك يا أمير المؤمنين أنا المسيء إليك وأنت المحسن المتفضل. تبا لي أبا الدهر أنا أستحق القتل وأمرهم بقتلي فإني أستحق القتل يا أمير المؤمنين. أخفض صوتك من أجلي. يقول حسين بصوت خافت أنصرني يا أمير المؤمنين وهو أنا هو لي المغفرة ولكني مسامح ونعلمك من حقي إذا أنت صدقت بحقي. أي والله يا أمير المؤمنين لأصدقنك القول ولا أخفي عنك شيئا. يخفض حسين صوته. أنا الشقي الأبا قد دسست لك السم في الحساد. قد علمت يا حسين لولا أسقطته لي. علمت ذلك ولم تكلمني إلا اليوم؟ ما كنت لأكلمك لولا محبتي لك وإشفاقي عليك من عذاب يوم القيامة. وما ينجيني من ذلك يا أمير المؤمنين وقد استوجبته بما فعل. أجبت يا حسين عندما تستغفر عسى أن يتوب الله عني. ولهذا كلمت لي؟ نعم خبرني ما حملك على ما فعلت. أطلع يا أمير المؤمنين. أعطيت شيئا على ذلك؟ نعم لأخبرنك بالذي أعطاني. كلا لا تفهم ولكن خبرني كم أعطاك. 1000 دينار يا أمير المؤمنين. قبضتهم؟ لا يا أمير المؤمنين حتى أجل وشقتاه. بحق قبضت فلن يفور لك وعسى أن يقتلوك لكلا تفشي سره. فهلك يا حسين في خير من ذلك عسى أن تنجو من عذاب الدنيا وسوء عذاب الآخرة؟ كيف يا أمير المؤمنين؟ أرشدني. قم بالساعة إلى صاحبك أقبلها منه ثم تعود بها حالا إليك. ما إن قاله يرضى يا أمير المؤمنين. قل له أنك ستقولون بإذنه إن لم يفعل فإنهم سيخافوا يا أمير. انطلق الساعة. سمعا يا أمير المؤمنين يا أكرم الناس. يهم حسين بالخروج. يقول عمر ماذا يا حسين؟ امسح هذا الدرع والعينين وإياك أن تخبر أحدا فهذا سر الليل العظيم. كما عمر إن كان قد بعث الغلام في مهدي. نعم ذكرت وديعك عند صالح مني وبعثته في طلبنا. فتقول فاطمة بتعجب وديعة تقول فاطمة نفسي فداؤك يا أمير المؤمنين. تذكرين عليك وجوارك التي أودعناها في بيت المال. فتقول فاطمة قد
هو عصام. نعم يا أمير المؤمنين. يطيعه مسلمة وقاتم الأمر ويخرج، فيقول عمر: نعم يا أمير المؤمنين. وددت يا حسين لو أدرى هذه الدنانير، لولا خشيت أن تذهب علي فنرى يوم القيامة. فهل لك في خير من ذلك أن أعيدها إلى بيت مال المسلمين؟ افعل ما ترى يا أمير المؤمنين، إني والله ما أريدها، وما في الدنيا أبغض إلى نفسي منها. وددت يا حسين ما هو إلا أن الله شاء أن يتوب علي. من الآن أنت حرة لوجه الله. يبكي يا عصايم. أتعتقني يا أمير المؤمنين؟ نعم، يفهم أي شيء، لكن لا يعرف أحد. أنا أبقى يا أمير المؤمنين في جوارك ومهنتك؟ ويعرف يا عصايم، ماذا تقول وين يقول؟ إن أمسى فهو وإن أصبح فلا يمسك. وليبقيك الله يا أمير المؤمنين. انطلق وإليك ولا تقوم بين هؤلاء فيقولون. يدخل مسلمة ويقول لأمير المؤمنين أن هذا الغلام لا يجب أن ينجو من العقوبة على مسلمة. يقول عمر غاضبا: يقسم مسلمة أنه لم يتسمع إلى حديثنا، ولكن طرق لسانه صوت عمر والغلام، فتتدخل فاطمة وتقول: أجل يا أمير المؤمنين، لقد صدق مسلمة. رددتما إلى ما سمعتما، فإني قد سامحته وأخبرته. رجعت إلى مسلمة، وضعت في يقول مسلمة أن جزاء العبد الغادر أن يأخذ جريمة، ليس أن يرتقى في سبيل الله. فيقول عمر متوسلا: مشتق الله يا ابن أن لا تعصي أمري في آخر يوم لي في هذه الدنيا، فإني أخاف يا فاطمة. تقول فاطمة: أطع أمير المؤمنين يا مسلمة، فإنه لا ينظر في نور الله. يرسل مسلمة الغلام، فتقول فاطمة: حول وجهك عنا يا عصي، اذهب، لا بارك الله فيك. وغفر الله له غفرا. عندي يا عصي، استغفر الله لي ولك. ينسج عصي وليلة ثم يخرج، فيئن عمر متوجعا: رأس الله. ثم يتهاوى على فراشه مغشيا عليه، فتتعجب فاطمة وتقول: قد أغشي عليه يا مسلمة. يرفع مسلمة من معنويات فاطمة بأن تصبر، فهي مجرد غشفة ويفوق. يفتح عمر عينيه كالمغرب ويهم أن يهب فلا يستطيع، فينادي: مسلمة. يلبي مسلمة نداء فاطمة قائلا: لبيك يا أمير المؤمنين. فيقول عمر: السلة التي جاء بها رسول. يعطي مسلمة السلة لأمير المؤمنين، فيقول عمر: إنها ليست لي يا مسلمة، إنها لبيت المال، وسوف أن تحملها إلى بيت المال. يفعل مسلمة ما يأمره أمير المؤمنين، فيقول له عمر: جزاك الله عني خيرا يا نعم، وأنت يا فاطمة. تقول فاطمة متجلدة: نعم يا أمير المؤمنين. فيسألها عمر: إنك أن تحليني بكل حق لك علي. تبكي فاطمة وتقول: قد فعلت يا أمير المؤمنين. جزاك الله عني خيرا الوجه صالح، صدعت الله يا فاطمة. يشكف ببصره إلى الأعلى قائلا: أحرمني القضاء وبارك لي في قبرك، حتى لا أحب أن أمتدد أخيرا ولا ينام أخطاء بعدي. يتهلل وجهه من بشر فجأة، فيقول: فتقول فاطمة: بمن يا أمير المؤمنين؟ فيجيبها: هذه الوجوه التي لست
تكلموني. تعلمنا الارتباء بالصحابة والصالحين، فهذا عمر بن عبد العزيز اتصف بالحسن على الرغم من أن حسين كان سببهم فيسامح وينصح، فهذه الدنيا زائلة ولن نأخذ منها شيئا إلا أمنا. إلى هنا طلابي وطالباتي الأعزاء، نكون قد انتهينا من الاستماع إلى هذا العرض التوثيقي لمسرحية هكذا لقي الله عمر. انتظروني في الحصة القادمة إن شاء الله حتى نقوم بتحليل هذه المسرحية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.